إلى خبر آخر، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع أكينومي إديسينا رئيسة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك التي اختتمت بمدينة شرم الشيخ. عبرت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها للجهود المبذولة من البنك الأفريقي لتعزيز جهود التنمية في مصر، لا سيما الضمانة التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة لضمان مشروعات البنك في القارة لتعزيز العمل المناخي واختيار مشروع محطة مياه الجبل الأصفر كأول المشروعات المستفيدة من الضمانة في القارة، مما يعد مثالا على الشركات التنموية البناءة وتأكيدا على ريادة المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وأثرها على المواطن، موضحة أن تركيز كلمة السيد إديسينا في افتتاح الاجتماعات على برنامج نوفي وإعلانه زيادة التمويلات المتاحة لمحور المياه في البرنامج لنحو 2.2 مليار دولار تعكس أهمية الشراكة بين الجانبين وأهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء كنموذج ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. مصر على أرض الواقع بتقوم بخطوات حقيقية وفعالة للتحويل إلى مش بس الطاقة الخضراء والمشروعات الخضراء يعني بشكل عام. هل ما نفعله الآن وتحفيز التمويل المناخي وما قرأناه في هذا الخبر هو بداية جني ما فعلته مصر في الفترة السابقة؟ يعني خلينا يا أستاذ رشا في البداية نعرف المشاهد الكريم يعني إيه تمويل مناخي. تمويل مناخي يعني المفروض عشان نتعامل مع أزمة المناخ وتداعيات المناخ والتحولات المناخية إن إحنا نعمل مشروعات صديقة للبيئة، مشروعات خضراء، سواء فيما يتعلق بإنتاج الطاقة، تحول الطاقوي، إن إحنا بنتحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة اللي هي صديقة للبيئة وصديقة للمناخ. هذه المشروعات ذات كلفة عالية، سواء كان إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح أو من الطاقة الشمسية أو الهيدروجين الأخضر، كل هذه المشروعات تتطلب كلفة مالية هائلة، فالأمر يحتاج دعم من المجتمع الدولي، خاصة وإنه تم الاتفاق على أن الدول الغنية والمؤسسات المانحة تساعد الدول النامية في مشروعات التمويل المناخي، سواء للتكيف مع تداعيات التحولات المناخية أو في مسألة التحول الطاقوي، إن احنا نتحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة. على المجتمع الدولي أن يساعد ويدعم من خلال مشروعات التمويل المناخي. مصر طبعاً بما إن لها صدقية عالية لأنها من أوليات الدول النامية التي تحركت نحو الطاقة المتجددة، مسألة التحول الطاقوي، أيضاً مسألة التمويل المناخي، هناك ثقة من المجتمع الدولي في مصر، وده بياخدنا لسؤال حضرتك مباشرة إنه مصر لديها رصيد في هذا المضمار، كنا من أوليات الدول اللي بدأنا نشتغل على الطاقة المتجددة. نعم. زودنا مزيج أو نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بعد ما كان 8% بقى 14% بقى 22% وعندنا أمل أنه يوصل إلى 40% في غضون السنوات المقبلة. عندنا محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في أفريقيا وعلى مستوى العالم. عندنا طاقة الرياح أيضا بنشتغل فيها بشكل جيد جدا، الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الدول الأوروبية. فمصر بتتحرك بشكل جدي في مجال التحول الطاقوي نحو الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء والاقتصاد الأخضر أيضا، لذلك نجد دعم من المجتمع الدولي. مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ طبعا نجح نجاحا مبهرا وأعطى مصداقية للتحركات المصرية في هذا المضمار، لذلك نجد أن المجتمع الدولي حريص على دعم كل مشروعات التحول الطاقوي أو حتى التمويل المناخي، لأنه مصر مصدر ثقة بالنسبة للمجتمع الدولي في هذا المضمار ولديها ما يمكن البناء عليه. طيب.